السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر مونتك. زي ما انتم عارفين ان انا دايما بحب التطوير، دايما بحبش اقف مكاني، دايما بحبش ان انا ما اتحدثش من اللي عندي، دايما بحب ان انا دايما اتحدث، دايما بروح للحاجه اللي تريحني. ده مبدأ في الحياه، ان انا دايما اجيب الحاجه اللي تريح، مش الحاجه اللي تموتني لحد ما اعمل فيديو حتى لو كانت جودتها احلى، ولكن دايما احب الحاجه اللي تريحني. والنهارده انا مشيت على المبدا ده فعلا وجبت الحاجه اللي تريحني. فبدل ما دايما في سلك هنا بيشد البتاع وشعر صدري بيبان وانا اتخنقت من الموضوع ده، فزهقت الموضوع ده، وبدل ما انا عمال بسجل من كل شويه احط المايك ده في التليفون ومش عارف ايه والحوارات دي كلها، فانا جبت مايك يريحني. ف انا حاسس او بحس ان دايما المايكات دي من احسن مايكات اللي انا او اي حد ممكن يشتريها اليوتيوب، وهو شركه رود اللي بتعمل الرود فيديو مايك. بصوا يا جدعان، المايك ده من احسن المايكات انت ممكن تشوفها في حياتك لليوتيوب، من احسن المايكات اللي ممكن تستخدمها لليوتيوب، من احسن المايكات اللي سعرها مش رخيص نسبيا ولكن كويسه لليوتيوب. هنقول كل الكلام ده في الاخر وهنجرب المايك مع بعض وكل حاجه، تمام؟ ولكن ليه انا اشتريت المايك ده مع انه هو مش احسن جوده صوت؟ ولكن انا اشتريت المايك ده عشان هيريحني ويتحط فوق الكاميرا وبتاعه، مش هحتاج ان احط سلك او اي حاجه، مع ان كان في لافالير مايك زي السيرامونيك وزي السانهايزر صوتهم احسن منه بمراحل، ولكن الفكره ان برضو زي ما قلت لك ان انا بحب الحاجه اللي تريح مش الحاجه اللي تقعد تقرفني، تمام؟ ولكن لو حضرتك عايز حاجه احسن بنفس السعر صوتها احلى، عندك السانهايزر وعندك السيرامونيك صوتهم هيبقى احلى بكتير، المايكات اللافالير مايك، تمام؟ اسال عليها بس وهتعرف كل الكلام ده كله، فاحسن بكتير من المايك ده. خلينا بسرعه كده نعمل انبوكسنج يعني، تمام؟ دي علبه المايك، واعذروني ان دي اول مره استخدم نظام الفوكس ده فانا مش فاهم اي حاجه. فدي علبه المايك، بتتفك من هنا بالشكل ده كده من الحته دي، تمام؟ فهنفكه كده نطلع علبه المايك. هذا الشيء بتتشال كده، مش عارف الناس اللي بتعمل انبوكسنج بتعمل كده ليه بصراحه. لو يا جماعه وده المايك، مش عارف ايه حاجه غريبه. المهم ده المايك، ده شكل المايك، تمام؟ ده البتاع، وده اول مايك اهو اهو لطيف. اعمل فوكس بقى، ده انا عامل لك نظام فوكس معين. ايوه سلام، ده المايك وده ظهر المايك او مؤخره المايك، تمام؟ ده مكان اللي بتركب فيه الحجاره. وبالمناسبه حجاره المايك ده حجاره مختلفه شويه، وهي نوعها 9 فولت، والحجاره دي بتلاقيها عند اي محل كهربائي او اي محل مش عارف ايه، اي حاجه ما تحاولش تشتريها من على النت عموما. فالمايك ده يعني هتلاقي حجارته موجوده دايما. المايك ده انا اشتريته من sudo.com، كان كويس جدا وكان التعامل معاهم كويس جدا، ولكن هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. والمايك ده يا جدعان ما بيشتغلش على اي حاجه غير الكاميرات، عن طريق البتاعه دي بتركب في الكاميرا. وعلى فكره الامب او البورت بتاع الكاميرات الكانون عموما مش حلو قوي وبيطلع نويز، ولكن المايك ده هيساعدك كتير قوي، وهنتكلم وهنثبت الموضوع ده كمان شويه. كتجربه اوليه للمايك ده، فالمايك ده فعلا 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 احترافي، وفعلا هيطلع معاك جوده كويسه جدا. ويعني هوريك دلوقتي يعني تجارب المايك ده، وحاليا اللي انت بتسمعه حاليا ده يعتبر احسن صوت للابويا ام 1، الصوت الابويا ام 1 اللي بيتسجل من بورت محترم، بيتسجل من اوضه ما فيهاش نويز كتير او ما فيهاش صدى صوت كتير، بيتسجل من حاجات كتير كويسه، فيعتبر ان ده يعني احسن صوت ممكن تطلعه من مايك البويا ام 1. ولكن هل مايك البويا ام 1 ده هو احسن كصوت من المايك ده؟ لا مش احسن، هو يعتبر شبهه او يعتبر الاثنين قريبين من بعض، ولكن الفكره ان البويا ام 1 من المايكات اللي هي عاديه، اللي هي المايك اللي بتركب هنا بيطلع شويه نويز ما بتقدرش تتحكم فيه، ولكن المايك ده بقى يدوي تقدر تتحكم في كل حاجه فيه، تقدر تتحكم من ازاي تطلع منه نويز، ازاي تقلل النويز، ازاي تعلي مش عارف ايه، كل حاجه المايك ده كويسه، وكل حاجه في المايك ده تقدر تستخدمها بطريقه معينه. فانت لو استخدمت المايك على الاوتو او زي ما هوريك دلوقتي، فهتعرف ان الصوت بتاع المايك ده البويا ام 1 احسن منه بمراحل على الاوتو. ولكن لو استخدمت مايك على المانوال وعدلت فيه الدي بي شويه او عدلت في جوده الصوت شويه، هتلاقي المايك ده احسن من البويا ام 1 بمراحل. ويلا نشوف الموضوع ده مع بعض. زي ما انتم سامعين كده دلوقتي ده صوت المايك، ولكن وحش صح؟ سامع صوت وحش، انا عارف انك هتقول عليه وحش، ولكن الفكره ان ده صوت المايك على الاوتو، على الوضع الاوتو، على الوضع ان المايك نفسه او الكاميرا نفسها هي اللي بتحدد الدي بي بتاع المايك، هي اللي بتحدد كل حاجه في المايك، هي اللي بتحدد كل الاستخدامات والحاجات بتاعت المايك. ولكن لما تستخدم الدي بي او تستخدم المايك ده على قوته الكامله او على طريقته الصح، اللي هو مثلا تحدد الدي بي معين، تحدد
يعني قوه المايك معينه، مش اعلى حاجه خالص عشان المايك صوته ما يفرقعش معاك. يعني لو عليت صوت شويه دلوقتي هتلاقي الصوت ضرب، هتلاقي الصوت باظ، هتلاقي فيه مشاكل. لكن لما نستخدم بقى المايك ده مع الدي بي كويس او مع دي بي متوسط زي ما انت هتسمع دلوقتي، هتلاقي ان صوت المايك اختلف تماما. اما دلوقتي انا موقف الميوزك عشان تسمع، اسمع بالهيدفون، يفضل ان تسمع الحلقه دي كلها بالهيدفون عشان تفهم وتعرف فرق الصوت، وتعرف ان هتلاقي حاليا المفروض انك دلوقتي في نويز، دلوقتي تسمع نويز. ولكن خلينا كده نقلل الدي بي شويه ونشوف، وانت اختار تمام. يعني هسيبك انت تختار. واللي انتوا سامعينه حاليا كده ده الوضع الثاني من المايك، ده الوضع المانوال على الدي بي اللي انتوا شايفينه، او على الوضع اللي انتوا شايفينه في الصوره قدامكم ده. ده الوضع اللي انا شايفه حاليا لحد ما هو مناسب ولحد ما كويس. وخلينا نجرب كده اوضاع تانية، وانتوا اللي تختاروا الوضع اللي انتوا عايزينه. ولو انتوا ملاحظين الاوضاع اللي انا بعملها حاليا دي احسن بكتير والصوت اوضح بكتير من الاوضاع التانية اللي في الاوتو، من اوضاع الاوتو في المايك. فعشان كده المايك ده ما ينفعش خالص تستخدمه على الاوتو في الكاميرات، لازم تستخدمه على المانوال وتعدل انت في الدي بي براحتك. والمايكات اللي بعد المايك ده زي البرو والبرو بلس في منهم خاصيه او خصائص يعني تقدر انك تخليك تتحكم احسن من كده بكتير في الدي بي وفي الحاجات اللي في المايك. ف ده اللي بيحدثهم واللي بيحسنهم عن المايك ده وبيخلي الناس تروح تشتريهم على طول. فللاسف ما كانش موجود اصلا عشان اشتريه من مصر. حاليا كده ده الوضع الثالث، ده الوضع اللي تلاقي صوتي انا واطي جدا، يعني انت يكاد يكون مسموع ولكن مش تلاقي نويز لان اصلا الصوت واطي. فالوضع انت ممكن تستخدمه امتى؟ لما تقرب كده من المايك. تمام، انا كده قريب زي ما انتم شايفين. تمام، انا كده قريب جدا من المايك، اقدر ان انا اتكلم براحتي والصوت المفروض ان هو يبقى كويس. انا كنت باصص على المايك ليه؟ المفروض ان الصوت كده يبقى كويس، او المفروض يبقى الصوت واضح بالنسبه لك، مع ان انا موطي جدا المايك او موطي الصوت ولكن انا قريب جدا من المايك. اما لو هبعد كده ففعلا هتلاقي ان الصوت واطي جدا، حتى لو قربت شويه هتلاقي برده ان الصوت واطي، مش زي الاوضاع اللي فاتت. تمام، وخد بالك ان انا بعيد عن المايك تقريبا متر، انا بعيد عن المايك متر كامل. فلو قربنا شويه هتلاقي ان الصوت بقى احسن بكتير، كل ما تقرب الصوت هيبقى احسن. حاليا كده انا على الوضع اللي انا بصراحه بفضله واللي انا بصراحه يعني هني الحلقه بيه، ولكن ده يعتبر الوضع المفضل بالنسبه لي انا، اللي انا حاسس ان هو كويس. ولا انا عشان سمعته مره واحده بس قبل كده فما سمعتوش تاني. وهنقارن، انا دلوقتي هقارن بقى بين الاوضاع وهختار وضع جديد. ممكن اكون اختار الوضع ده، ممكن اختار الوضع اللي بعديه، ممكن اختار اي وضع، فمش عارف. فانت وبرده هرجع يعني في الاخر الاختيار هيبقى ليك انت، انت اللي تختار، انت اللي سامع، انت اللي فاهم، او يعني انت اللي ممكن تكون سامع احسن مني، ممكن تكون فاهم اكتر مني. فالحاجات دي كلها يعني محدش بيبقى مميز فيها يعني. فانت اختار الوضع اللي بالنسبه لك في البطايق فوق، هل الوضع الاوتو فاكيد طبعا محدش هيختاره، ولا الوضع اللي انا فيه حاليا، ولا الوضع الاقل منه شويه، ولا الوضع الاقل منهم خالص. فاختار بين الثلاث اوضاع دول يعني بغض النظر عن الوضع الاوتو. وحجاره المايك ده من نوع 9 فولت، لو حابين تشوفوا الحجاره فهي دي حجاره المايك. تمام، عايزه جنان كده واضحه كده. تمام، هي دي حجاره المايك، ده الراس بتاعتها اهي، ففيها موجب وسالب والحاجات دي كلها. فتمام يعني دي حجاره المايك. فلو حبيت تشتريها هي موجوده عندنا هنا في السمرين او في المنصوره ب 20 جنيه، موجوده في سوق الكم ب 55 جنيه. لو حبيت تشتريها بقى باي طريقه فاكيد هتلاقيها موجوده عندك في اي محل كهربائي كبير ولا حاجه، فما تشتريهاش من على النت عامه، هتلاقيها موجوده يعني اكيد. وبس كده، شكرا جدا ليك عشان شفت الفيديو ده. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه كل مره تشوفني. يا ريت تعمل لايك عشان اللايك ده بيفيد جدا وبيساعد وبيخلي الفيديو يوصل لناس ثانيه. ويا ريت نوصل الفيديو ده 400 لايك، عشان 400 لايك ده رقم كويس، والرقم اللي انا عمال بجيبه بقالي فتره. فيا ريت ما نقلش بقى في الفيديو ده، وان شاء الله نوصل ل 400 لايك. وبس كده، مره ثانيه اتمنى اكون اديت المايك ده حقه. واتمنى لو انت حابب تشتري المايك ده او يعني بتفكر انك تشتري مايك فتفكر في المايك ده، فكر كده فيه وشوف الدنيا عامله ايه معاك. وحاول لو هتعرف تشتري المايك ده حاول تشتريه من مصر، بقى تشتريه من بره لان هيبقى غالي قوي عليك. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.